طارق، تعال نروح للنادي الاهلي. والاهلي يعني الجميع توقع بعد ما الاهلي فاز، يعني ما فازش باي بطوله الموسمين، الموسم اللي فات على الناحيه المحليه والموسم اللي قبليه ما فازش باي بطوله محليه، الجميع توقع ان الاهلي هيبقى فيه ثوره من الناحيه الفنيه وان هو هيمضي 7-8 لعيبه، لكن العكس حصل. الاهلي كان مقل جدا في الصفقات بتاعته، وانا دايما بقول ان الصفقات بالكواليتي مش بالكوانتيتي، او بالجوده مش بالعدد بتاع الصفقات. انت في رايك الاهلي كان محتاج ايه؟ وهل شايف ان موسم الانتقالات بتاعه ناجح ولا لا؟ والاهلي كان محتاج كتير يا ميدو. الاهلي عنده مشاكل في اكتر من مركز، في الدفاع، في نص الملعب، في الخط الاخير، عنده مشاكل في مراكز كتير جدا. انا متفق معاك جدا ان العبره في الترانسفير ماركت او العبره في الصفقات اللي انت بتعملها مش بعددها، بجوده اللعيبه اللي انت بتجيبها، بالاحتياجات اللي انت سددتها. صفقات الاهلي قدامنا طبعا، الاهلي برونو سافيو، شادي حسين، مصطفى سعد، وكريم الدبيس، وعبد الرحمن رشدان في الطريق يعني. يعني ولكن هي صفقات. انا عايز اتكلم عن صفقه برونو سافيو الحقيقه ميدو. هو احنا اتفرجنا عليه وشفنا اللي هو لعيب كويس ولعيب عنده لمسه مختلفه في الملعب. هو فعلا لعيب كوره من النوعيه اللي تحب تتفرج عليها. ولكن انت دايما لما تيجي تشتري لعيب، قبل ما تروح تشتريه لازم تحلل اللعيب ده فنيا، تحلله فنيا، ده طبعا احد اهم الحاجات اللي لازم تقوم بيها، واللي انت تشوف تاريخ الاصابات بتاع اللاعب، وفي نفس الوقت تشوف تاريخ اللاعب ده من المشاكل او من انضباطه سلوكيا مع الفرقه بتاعته. برونو سافيو عنده واحده من المشاكل الكبيره جدا، اللي هو في اخر 7 سنين لعب لتسع انديه. ودي حاجه لو تديك حاجه يعني حاجه تقدر تستدلها من الموضوع ده، ان ده لعيب مش منضبط مع الانديه اللي بيلعب فيها. النادي بيشوف حاجات لازم يمشيها اللعيب، هو بيرحل كتير، لان هو دي اهم حاجه اللعيب الاستقرار. دي حاجه لازم النادي الاهلي يحطها في الاعتبار طبعا. هو بيتعاقد مع لاعب الدوري، برونو سافيو هو اغلى لاعب في الدوري المصري، 31 مليون. فدي نقطه انا مش عارف يعني ازاي نص مليون دولار يعني. يعني ما اعرفش المبلغ كبير، المبلغ كبير. فدي مشكله يعني. انا مش عارف هل النادي الاهلي ما فكرش في الموضوع ده قبل ما يتعاقد معاه. هو المشكله زي ما انا قلت ان هو ممكن يعني موضوع حته لو توقف هتبقى مشكله كبيره يعني. طبعا مشكله كبيره طبعا. والنادي الاهلي في السنين الاخيره الحقيقه فيه صفقات كتير كان بيقوم بيها من غير دراسه حقيقيه ليها، وما كانش بيدرس الاحتياجات بتاعته بشكل كافي علشان يقدر على اساسها يشتري اللعيبه اللي هيتعاقد معاه. مراكز كتير جدا النادي الاهلي كان بيعاني منها في السنين الاخيره، بالرغم من كده ما كانش بيتعاقد مع لعيبه تسد له الاحتياجات. طب هشام، الاهلي لجأ لكريم دبيس كبديل لعلي معلول. رايك في كريم؟ وانا عارف ان انت متابع جيد للدرجه الثانيه. كريم دبيس لعيب كويس جدا، والناس لازم تعرف ان هو اصلا وينجر، هو جناح، هو كان بيلعب جناح، ولكن هو بيجيد برضو اللعب كظهير ايسر، ولكن هو بيجيدها لو بلعب 3 في 4 عنده مشاكل. ان علي معلول نفسه اللي هو اللعيب اللي انا شايفه من اقوى باك ليفت جه في تاريخ الاهلي يعني، فاهم، كمحترف عنده مشكله في 4. ده حقيقه يعني. انت انا شايفه احسن من جيلبرتو. بجد؟ طبعا انا بشوف ان جيلبرتو اجمل منه يعني رقميا. انا احترامي بحب علي يعني، بس خلي بالك جيلبرتو كان جامد قوي. مميز في ايه؟ جيلبرتو كل حاجه. لا لعيب جامد جدا، كان بيدافع جامد. جيلبرتو كمدافع كباك ليفت بيدافع اجمل من علي معلول بكتير. 4 في كله، بس مش في 3. ماشي، بس هو يعني لو انا النهارده بدور على يعني جوان علي معلول اكتر واسيستات علي معلول اكتر، ماشي، بس يعني لو رقميه انا بتكلم كفول باك، كباكج فول باك، لو انا بتعاقد مع لعيب النهارده الاثنين قدامي هجيب جيلبرتو. هي وجهات نظر. ماشي، هي وجهات نظر، بس انا قصدي ان انا بحب علي معلول جدا، لكن هو وانا بحبه جدا عيوب من احسن لعيبه اللي بقول لك. هو عيوبه في 4. طب ما الاهلي بيلعب 4. لا انا فاهم، انت بتكلمني على كريم الدبيس. لو انا جايب كريم الدبيس ان هو يبقى بديل لعلي معلول في 4، لا ما تراهنش على القصه دي. لكن اراهن على مين هو بديل علي معلول؟ عشان محمد اشرف. جاب كبير طبعا كخبرات، بس واقعيا محمد اشرف هو بديل علي معلول. وخلي بالك ظهر بشكل كويس، وظهر مع المنتخب الاولمبي بشكل كويس. وارد جدا ان كريم الدبيسي يبقى عندي ان انا العب بيه باك ليفت والعب بيه كجناح ناحيه اليمين. لان انا عايز اسال سؤال، ده اكتر حاجه خلي بالك انا
مش متضايق من موضوع الاهلي ما جابش صفقات، لان الاهلي عمل صفقات غير الثلاثه دول، ان هو رايح لعيبه كتير. انا بالنسبه لي الشناوي صفقه، الناس ممكن تضحك، بالنسبه لي اكرم توفيق صفقه، معلول، السوليه، كل الناس اللعيبه اللي رايحه خدت راحه ورجعت. فهو فعلا لما تيجي تبص على كل فرقه عندها مشاكل، لكن عنده العدد اللي يخليه لو خد وقت راحه كافي تعاقده مع 3-4 لعيبه. لكن هو في النهايه لما تيجي تبص ما تقدرش تقول الاهلي عنده مشكله، عنده مشكله مثلا وجهه نظري في رقم 6. صح. عندي مشكله تانية ان انا بقولها لك، ان الاهلي او كولر هيجري على وينج ناحيه الشمال، هي لازم هيجيب لها، لان عبد القادر هيتعبه جدا، لان عبد القادر مش عايز يلعب الكره الجماعيه، والراجل ده اللي مش هيدافع معاه مش هيلعب، والوينج اللي ما بيكملش كاسترايكر مع راس الحربه وبيلعب بانه مش هيلعب، لان هو كل لعبه خلي بالك هو بيلعب كره مختلفه تماما عن موسيماني. هو بيلعب المختصر المفيد، كور مباشره بشكل اكبر، كور مباشره، عرضيات، الكلام ده كله. انا بقول ان قفشه هيعاني، عبد القادر هيعاني، وحمدي هيلعب ماتشات، لكن هو مش هيبقى الخيار الاول لكولر. انا بتفق معاك ان الاهلي كان لازم يوقع مع راس حربه الاول، كان لازم راس حربه جامد، وشادي حسين لو بيشارك يبقى منافس لعبد القادر ناحيه الشمال وينج ليفت. كان لازم الاهلي يتعاقد مع لعيب نمره 6، لان حمد يا اما كان يتعاقد مع باك رايت جامد واكرم توفيق يلعب 6، لان اكرم توفيق 6 كويس قوي، بيتا كويس، كان لازم يجيب باك رايت بقى جامد قوي يبقى مفتاح لعب. الحته دي ما اتحلتش في النادي. برضه ميدو طارق ممكن انا برضه في حاجه، مصطفى ميسي جه ليه؟ لا ممكن يخرج اعاره مثلا، او ايوه انا جبته ليه؟ ما انا جايب لعيب عشان طلعه اعاره. مصطفى سعد لعيب كويس يعني، انا جايبه عشان طلعه اعاره. ممكن خلي بالك انت وليد سليمان كاشول بقى كاشول، انت عشان كده بقول لك ممكن كريم ديبيس، انا ليه بقول لك ممكن تستفاد منه في الحته دي؟ لان انت مثلا عندك وليد سليمان اعتزل، وبيرسي تاو احتمال في يناير يتوكل على الله. خلي بالك انت لو مصطفى سعد جه وطلع اعاره فعلا زي ما انت بتقول، او اللي هو مش هيشارك، خلاص مش هيطلع بقى، مش خلاص الماركت قفل. ايوه بس المعلومه اللي عندي والله اعلم ان كان كولر عايز يسوقه كاعاره، بس الدنيا لما قفلت هيتسوق في يناير. ما دي مشكله برضه، خلي بالك في النادي الاهلي تبين لك ان مفيش اصلا انسجام ما بين الاداره وما بين المدير الفني في اختيارات اللعيبه اللي هتيجي. يعني انت لما يجي النادي الاهلي يشتري لعيب ويجي المدير الفني يقول لك انا مش محتاج اللعيب ده وكان ممكن تطلعه اعاره احسن، فده معناه ان الصفقه اصلا مش جايه بناء على ان المدير الفني محتاج اللعيب ده في السكواد بتاعه. فدي مشكله فيها دسامه يا ميدو قوي. اه في لعيبه كتير دسامه جدا، انا جايبه ليه؟ ماشي طب ما ايوه ما انا عندي لعيبه كتير ما كنتش جبتهم الاول، انا مش محتاج، اولا انا على الاقل كنت فاضي المكان ليه.